والآن مشاهدينا الكرام إلى جولة اقتصادية في نشرتنا. أخبار المال والأعمال ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. شهد مطار القاهرة الدولي الاثنين على نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة، وقد وصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم في أوقات الذروة التي شهدها المطار خلال الأيام الماضية. تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة في التشغيل وعدد الركاب داخل القارة الإفريقية. أعلنت محافظة أسيوط استمرار أعمال حصاد محصول القمح المحلي موسم 23 واستمرار أعمال التوريد لـ 28 شونة وصومعة بمراكز وقرى المحافظة. أكدت المحافظة أن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بلغ في هذا العام 167 ألف فدان، وما تم توريده حتى الآن بلغ 70 طن. هذا وتقدم المحافظة كافة سبل الدعم والتسهيلات للمزارعين مع صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 24 ساعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحفيز المزارعين والموردين. أعلنت محافظة المنيا انتظام أعمال توريد محصول القمح داخل 42 موقع تخزيني لاستقبال المحصول من الموردين والمزارعين مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد. هذا وقد بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في هذا العام 243 ألف فدان. تم تشكيل لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم. بالنسبة لمحصول القمح السنة دي، الحمد لله ربنا كرمنا بالجو الطراوة اللي احنا فيه ده هو ان القمحية واخدة حقها في الانتاج وطالعة، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة، والانتاج زايد عن السنة اللي فاتت. بالنسبة لتوريد القمح السنة دي ان شاء الله تمام التمام، والمحصول جايب بالفدان جايب 25 أرداب، وبالنسبة لتسهيلات المطحن هنا تمام التمام، وعاملين سيستم كمبيوتر من أول باب تسجل على الكمبيوتر لحد الميزان، كل حاجة كمبيوتر، والقبض خلال 48 ساعة من التوريد. والناس هنا صراحة متعاونين معانا، والعجل بيخش على طول، العربية بتوقف من ساعة ساعة ونص. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي. هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 2.3% ليصل إلى 81 دولار و5 سنتات للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.92% ليسجل 77 دولار و25 سنتا للبرميل. هذا وقد تراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 2.33% لتصل إلى 2.46 دولار للتر، وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.11% لتسجل 2.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الصناعة اليابانية أن الحكومة ستقدم لشركة رابيدوس لتصنيع الرقائق دعما إضافيا قدره 1.9 مليار دولار لبناء مصنع جديد في شمال البلاد، وذلك في محاولة لتعزيز إنتاج الرقائق المحلي. وتخطط الشركة لإنشاء خط إنتاج تجريبي عام 2025 والبدء في الإنتاج الضخم لأشباه الموصلات المتقدمة بحلول عام 2027 بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. يعتقد بأن الشرائح الحديثة التي سيتم إنتاجها في المصنع الجديد لا غنى عنها لصناعات الجيل التالي كالقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود للختام وعناوين الختام مع يوسف ونهى. شكرا لك مصطفى.